انا معقد مجلس الجامعه اللي راحت في اطار دوره استثنائيه وداولت مجموعه من النقاط اللي عندها واحد الاهميه واللي اتفق عليها المجلس بالاجماع الاعضائي، وكيتعلق الامر بالمصادقه على قبول الهبه اللي كتعلق بشاحنه لجميع المنتجات اللي وهبوها جاليه مغربيه مقيمه بديار المانيا، واللي بالمناسبه باسمي وباسم اعضاء المجلس وسكينه وعاد نجدد لهم الشكر على المجهود ديالهم وعلى هاد الوقفه اللي داروها مع جماعه بوعاد باش يدعموا الجهود اللي كنقوموا بها في اطار تدبير القطاع ديال النظافه اللي كنعانيو فيه مجموعه من الصعوبات نظرا لقله الامكانيات والوسائل. وبالتالي فهاد الحافله غادي تعزز بها الاسطول ديال جميع المنتجات وغادي تساهم في التخفيف من الوضع اللي جماعه بوعاد فيما يتعلق بالمشكل ديال النفايات والاثار ديالها، كتعرفوه لا على المستوى البيئي ولا على المستوى الصحي وكذلك على المستوى الجماليه ديال المنطقه. وبالتالي فان شاء الله هاد الشاحنه غادي نساهموا في تجويد هاد الخدمه المقدمه لفائده سكنه الجماعه. كذلك صدق المجلس على اتفاقيه الشراكه مع تنسيقيه جمعيه المجتمع المدني، واللي في الحقيقه تعدات هاد الاتفاقيه لانها كانت اتفاقيه سابقة واللي دخلنا عليها بعض التعديلات أهمها إضافة حافلة لهذه الاتفاقية، ووصل اليوم عدد الحافلات اللي كتجمعنا بالتنسيقية 12 حافلة. وهذا المشروع ديال النقل المدرسي ما يخفاش عليكم بأنه عنده واحد الأهمية كبيرة خاصة على مستوى طرف جامعة بوعرب اللي فيها السكينة يعني مترامية الأطراف، وبالتالي التلاميذ كيعانوا من صعوبة الولوج للمؤسسات التعليمية. فمن خلال هذه الحافلات استحنا مدربين ونزيدهم بشكل مهم، وكذلك هذه مناسبة باش نجدد الشكر لأعضاء التنسيقية على ما يقومون به من مجهود في تدبير هذا القطاع اللي الحمد لله بفضل المجهودات ديالهم والمجهودات ديال الجميع يسير في ظروف جيدة. وبالتالي فهذه الاتفاقية اللي دخلنا عليها هذه الحافلة تعزز بها الاسطول ديال حافلات النقل المدرسي بتراب الجامعه، وبالتالي غادي تستهدف هذه الحافله بعض الاحياء اللي كنا مع الاسف ما وصلناهاش في البرامج او في الحافلات السابقه. وهناك مجهود مستمر باش ان شاء الله نتعاون مع باقي المتدخلين خاصه المبادره الوطنيه اللي بالمناسبه كنشكروها وكنشكروا السيد العامل رئيس اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه اللي خصص هذه الحافله اضافيه لجامعه وعد لدعم ولوج تلاميذ الجامعة للمؤسسة التعليمية. كذلك صدق المجلس على تحويل اعتمادات مالية من الجزء الثاني من الميزانية، فجزء من هذا التحويل مخصص لقسم من أقسام بناء المفكك، لأنه كان المجلس سبق له برم واحد الاتفاقية مع مجموعة من المتدخلين اللي كتهم القضاء على الأقسام البناء المفكك بتراب الجامعة واللي عدد ديالهم 32 حجة، واللي هاد الاتفاقية قطعنا فيها خطوات مهمة وقررنا أننا غادي نكملوا هذا البرنامج. فجماعة بوعاد اللي كانت في الاتفاقية ملزمة ببناء 4 حجرات فسبق لنا بنينا جوج، واليوم تخصصت الاعتمادات لبناء الحجرة الثالثة على أمل أن السنة المقبلة إن شاء الله غادي نضيفوا حجرة أخرى باش نوفيو بالالتزامات ديالنا في هاد الاتفاقية اللي كتهم 32 حجرة. كذلك صدق المجلس على تحويل جزء هام من هذه التحويلات لاصلاح الطريق، مع العلم ان الدوره السابقه كنا خصنا واحد الاعتماد ديال 60 مليون لشراء حافله، وخصنا كذلك واحد 90 مليون لاصلاح الطريق ديال الحرشه لهذا الدوار الكبير اللي فيه كثافه سكنيه. مع الاسف ما تمكناش باقي البرامج باش نفكوا عليهم الوزاره، ولكن المجلس بعد الخروج تصميم التهيئه اللي غيفتح لنا مجال التدخل في هذه الدوار، فكخطوة أولى أننا على الأقل برمجنا هذه الاعتمادات باش نسلكوا هذا الطريق الرئيسي اللي كيربط السكك الحديدية أو قنطرة السكك الحديدية بمركز سوسية الباول كذلك بإحدى الزاويين، على أمل أنه إن شاء الله في برامج أخرى غنستدفوا الحي ديال الحرشة في الأزقة ديالو في برامج إعادة الهيكلة. فكذلك في هذا الإطار طرحت واحد المسألة اللي طرحها واحد العضو اللي تسأل بأن هاد الاعتمادات كانت ممكن تخصص لواحد الطريق في اغنير وفي اشتويين، وقال بان سبق لنا نشرنا بعض الوعود اللي
اللي ترتب عليها واحد الطموح وترتبت عليها انتظارات ديال الساكنه ديال ارميل وديال الشتويين، وباننا نشرنا في صفحات الجامعه وفي الفيسبوك في وسائل الاعلام بان هذا الطريق انها غتصوب وانه ما شافوا والو، ولكن اكدنا له بانه اول ما ينشره المجلس ماشي هي وعود، ماشي هي تسويق الوهم، ماشي ادعاءات كاذبه او غير ذلك. فقلنا بانه ما تم نشره هو مشروع مبرمج في اطار واحد الشراكه مع مجلس الجهه، وان اللجنه اللي حلت وقفات في عين المكان وجرت دراسه وبرمجت هذا الاعتماد فهي مؤسسه رسميه توتي الدوله، وبالتالي عندها من المصداقيه ما يجعل ان هذا البرنامج انه غادي يخرج في قريب في القادم من الايام. فكاين صعوبات اللي تزامنت مع هذه الجائحه ديال كورونا اللي اثرت على الوتيره ديال الصفقه وغير ذلك، ولكن بغيت ناكد بانه ما تم نشره فهو مشروع مبرمج في اطار برنامج وتعنات الصفقه، وكذلك راه نشرنا انذاك واحد النسخه من موقع الصفقات العموميه اللي كياكد بان هناك اعتمادات ماليه مهمه مخصصه لهذه الطرق، وكذلك ان الشركاء ملتزمين باش يخرجوا هذا الوجود. وبالتالي اؤكدوا ان الطريق اللي ملتزمين بها في الحرشه في ارمير وفي اشتويين فانها ان شاء الله بصدد استكمال اجراءات الصفقه وغادي تخرج للوجود. وربما نقول لهم من حسن حظهم انه غادي نبداو الاشغال في الشبكه ديال الماء اللي كتستهدف الدواوير، وبالتالي في الطريق غيجي مور هذا المشروع ديال الماء، لان في مناطق اخرى اللي سبق مرت القرن كتبان بعض المشاكل، وبالتالي فهاد الدواوير ان شاء الله غادي يجي الطريق مور الماء باش غيكون الطريق اللي غادي يكون عنده واحد الاستمراريه. صدق المجلس ايضا بالاجماع على اغلاق الحساب الخصوصي للمبادره الوطنيه اللي كان مفتوح باسم الجامعه في اطار اللجنه المحليه اللي كانت كتحول عنده اعتمادات في المبادره، وباعتبار ان المبادره دخلت واحد المرحله اخرى وبالتالي ما بقاتش كتحول ليه الاعتمادات، فالمجلس صدق على اغلاق هذا الحساب الخصوصي. ف كما تبعتوا الدوره انعقدت في ظروف سادها الجو ساده نوع من المسؤوليه من الجديه من النقاش الهادف من مختلف مكونات المجلس، وتمت المصادقه على كل النقاط استحضارا للمصلحه العامه للساكنه اللي قد فوق كل الاعتبارات الاخرى. وشكرا. نقطه الرابعه ظروف ديال كورونا ان كان ما بقاش يطلب بشكل دائم، يعني تراجع عدد من المنخرطين والمستفيدين من النقل الدراسي، الشيء اللي اثر على المداخيل ديال الحافله، وبالتالي اذا حيدنا لهم الدعم ديال الجامعه راه غادي نضطروا يا اما الاباء غادي يخلصوا اكثر من 200 درهم لكل تلميذ، وهذا ما غيمكنش لان هذيك 100 درهم فالظروف الاقتصاديه والاجتماعيه اللي كتعيشها الساكنه نتيجه هذه الجائحه والاعتبارات الاخرى كذلك، فطلعت على الكاهل ديال الاباء، بالتالي فواحد الفئه كبيره ما كتمكنش باش تستافد من النقل الدراسي غير بهذه 100 درهم، اذا زدنا عليهم راه غادي نضطروا نوقفوا. فالسيد العامل تفهم الامر ومساهمه منه باش التلاميذ ديال الجامعه يلحقوا بالمدارس ديالهم في ظروف جيده، فانه اشر على تقديم الدعم التنسيقيه. ف غادي يتصلوا بها مقالب بان يمدن الاجراءات ديال التحويل على العائلات التنسيقيه واللي ما استطاعش تاديها نظرا لانها ما توصلتش للدعم، وكذلك لان نقصت المداخل، وخاصه وكنعرفوا ان سنه بعد الاخرى كيبدا شهاده الحافله ديال النقل المدرسي، وبالتالي اصبحت اليوم تحتاج واحد الصيانه واحد الاصلاح اللي كيكلف التنسيقيه شيء كبير. غادي نسمعوا نقاش في هذه النقطه وغادي نفتح اللائحه. السيد الرئيس، اولا كنشكر هذه التنسيقيه اللي كتقوم بها المجهود ديال التلاميذ والنقل ديالهم والمسؤوليه اللي كتحملها، كنشكروها بزاف. غير عندي واحد النقطه، انا كنت التزم التنسيقيه باستغلال الحافلات في نقل تلاميذ الجامعه دون غيرهم الى المؤسسات التعليميه المستقبليه لهم. مزيان. احيانا السيد الرئيس كيكون عندنا مثلا في التقسيم الجامعي، لكن ربما كتلقى مثلا هذا السيد تيسكن هنا وهذا تيسكن هنا، بيناتهم طريق وتيقراو في نفس المؤسسه. كيفاش يعني حنا بتشجيع باش حنا نقريو ولاد الجامعات كلهم والمغاربه ديالنا كلهم، علاش ما نهزوش هذا حنا جمعيه الزاده؟ كيكون فاصل بينهم طريق.